احنا اليوم في هذه الوقفه الاحتجاجيه امام وزاره الطاقه والمعادن للاحتجاج على الحكومه بشكل عام وعلى وزاره الطاقه بشكل خاص، واللي كنطلبوا من خلالها على اساس تدخل وتساعد في التيسير ديال الشروط ديال العوده ديال الانتاج داخل مصفات المحمديه، اللي كنعتبروها التعطيل ديال الانتاج داخل هذه الشركه فهو خساره بالنسبه للمغرب وبالنسبه للمغاربه. الحكومات مشات وجات من حاله هي جينا باش نبلغوا رسالتنا ونبلغوا واحد الميساج لوزارة الطاقة والمعادن، ميساج مفاده ان الوضع اضحى كارثي بالنسبة للقطاع ديال شركة سمير وكذلك الشركة ديال بيزيكيلي. فبالنسبة للقطاع ديال شركة سمير اللي مسؤول عليها السي رباح ووصي عليها السي رباح باعتباره وزير ديال الطاقة والمعادن، حنا كنخاطبوه هو بالخصوص لانه كنعتبروا بانه الامور واقفة على باش يتدخل. خاص التدخل يكون سياسي وماشي ديال المحكمة أو قضائي. المحكمة واقفة وكينتظروا، المحكمة واقفة كتنتظر شي إشارة سياسية وشي تدخل من طرف الحكومة المغربية باش يمكن يتفك المشكل ديال سمير اللي واقفة على البيع بقرار من المحكمة. باش هذه العملية تتم خاص الدولة تكون حاضرة في هذه العملية هذه. فإذا حنا كندقوا ناقوس خطر لمرة أخرى، وحنا على مشارف السنة الثالثة، وهذه المقاولة المعلمة لسمير اللي هي معلمة وطنية غنية عن التعريف اللي بنوها الوطنيين الأوائل عبد الرحيم بوعبيد وابراهيم السرفاتي وواحد العدد ديال الوطنيين الأوائل، هما اللي بنوا هذه المقاولة هذه باش يحروا البلاد، باش البلاد تكون عندها استقلال طاقي على مستوى الطاقة. هذه المعلمة اللي بنوها الوطنيين مع الأسف في أخير الزمن جاو مسؤولين لما كيعتبروش هاد المعلمة هذه حق قدرها. حنا اليوم هنا نجيو لنبهو المسؤولين ونقول لهم بأن قضية لسامير راه قضية وطنية، قضية اجتماعية، قضية اقتصادية تتعلق بمجموعة ديال المدينة كاملة، الدورة الاقتصادية ديال المدينة. الضرب ديال القضية أو توقيف ديال لسامير غيأثر، عنده تأثير ماشي غير اقتصادي، تأثير اجتماعي بامتياز. تنبهو المسؤولين، أنا عضو المكتب التنفيذي، في غياب الحوار، في غياب التفاوض، في غياب توضيح الأفق في الغادي المسائل، حنا ما كنطلبوش الأجور. الأجور بطبيعة الحال يعني مسألة اللي كنسحبوها، ولكن ماشي هي الأساسية. الأساسية بالنسبة للعمال هي وضوح الرؤية ديالهم، الأفق المهني، الأفق المصير ديالهم، مصير أسرهم. كنطلبوا من المسؤولين أنهم يدخلوا ويدخلوا بسرعة من أجل إنقاذ لسامير. اليوم جينا احتجينا، هي محطة كباقي المحطات ومحطة نضالية اللي على أجلها كنناضلوا على قبل سامير، على قبل الشركة ديال التكرير. هي شركة مغربية وطنية، الهدف ديالنا ليس كعمال هو أن الوحدة تشتغل من أجل أننا نتخلصوا ولا شي حاجة بحال هكا، ولكن الهدف ديالنا كبير اللي هو مسألة طاقية، مسألة وطنية، هو أن مسألة التكرير خاصها تبقى سائدة في البلاد، ودفاعا على الحقوق ودفاعا على المطالب ديال العمال ودفاعا على الجميع. دونك الشركة خصها ضروري تستمر وخصها تشتغل. وحنا المحطات ديالنا النضالية درنا مجموعة ديال المحطات اللي من أجلها كندعيو جميع الجهات المسؤولة باش أنها تخرج ودير لنا حل من أجل حل هذا المشكل هذا اللي هو القضية ديال سامير. واليوم من بين المحطات اللي كنا اقترحنا كاينه محطة اليوم هي المحطة ديال الوقوف قدام وزارة الطاقة والمعادن بصفتها وزارة مسؤولة على القطاع، ولا بصفتها وزارة يعني كتحط استراتيجيات وعندها ناس مسؤولين، عندها خبراء كما كيقولوا، عندها ناس مكلفين بهذه المهمة هذه، يعني وضلوا لنا حل ماشي ديك الحلول الترقيعية ولا ديك الهضرة اللي كيقولوا لنا. وياك المواحدة، وياك المواحدة.
غادي نبقاو بجانب لاسامير وبجانب زكيلي الى ان يحل الحل المشرف للطبقه العامله ولمدينه المحمديه والى الوطن بجميع مكوناته وفئاته.